السلام عليكم ورحمة الله اخواني واخواتي الاعزاء. هنعمل مع بعض النهاردة تويل من البطاطس ومن الجزر، وينفع يمشي حلو وينفع يمشي في المطبخ. طبعا حاجة رقيقة وجميل جدا وهيفيدكم، عملت بيه ديكور للكيك ملوش حل. هنشتغل مع بعض وهنعمل بطريقة جميلة وسهلة وهتعجبكم ان شاء الله. اتمنى لو دي اول مرة تشاهد القناة يا ريت تعمل اشتراك وتسيب كومنت وتعمل لايك. حوالي كيلو جزر، وبالظبط كيلو 100 جرام جزر هنقطعه ونغليه، بسلقه عادي جدا. انا طبعا بشتغل حلواني فمش هحط ملح وفلفل، فانت هتشتغل بيه حلواني زي ما هو كده اهو، الجزر في سكر وكل حاجة. لو انت هتشتغل مطبخ تحط ملح وفلفل والبهارات اللي انت عاوز يطلع التيست بتاعها، لكن انا في ده وده مش هحط اي حاجة. اول ما بيستوي وينعم بحطه في البلندر في الخلاط زي ما هو كده اهو، بطحنه. الجزر بس بحط الكيلو 100 جرام نشا، يعني الجزر بس بحط 100 جرام نشا لكيلو 100 جزر مسلوق، وبكمل الطحن عادي. لما ينعم يبقى بوريه، كريمة سهلة جدا. نبدأ حركه زي ما انتم شايفين تجانست. هو الجزر اصلا فيه نشا، الجزر فيه نشا بس قليل عن البطاطس، فكيلو 100 جزر بحط لهم ايه 100 جرام نشا. بص يا شباب انا هعمل طريقتين، انا عملت على ورق السيليكون وعملت على ورق الزبدة او البرشمنت بيبر اللي انتم شايفينه. ورق الزبدة احسن وافضل وبيطلع بكل سهولة افضل من ورق السيليكون. انا عملت الطريقتين عشان اوريلكوا العيوب والمميزات. لو هتعملوا على ورق السيليكون لازم تعمل طبقة سميكة لاما مش بيطلع معاك. نفس اللي انا عملته في الجزر بعمله في البطاطس. ادي البطاطس سلقتها، كيلو بطاطس سلقتها. عاوز تضيف ملح فلفل كمون كزبرة اللي انت عاوزه لو هتعمله سخن. اجين عشان انا حلواني ما عملتوش باي ملح واي حاجة، تمام. نفس الطريقة البطاطس بس بسلقها وبعدين بضربها في الخلاط لما تنعم بوريه كريمة. ممكن في الوقت ده تضيف اي بهارات لو انت هتعمله مطبخ السخن. انا بعد ما طحنته هوريكم عملت الجزر، حطيت له بوبي سيد وعملته سادة وعملت جوز هند. طبعا في جوز هند شكله جميل جدا جدا جدا. ادي الزبدة، دي احسن طريقة، ورق الزبدة. انا عملت على كل حاجة وعشان ايه ما ضيعش وقتكم او تعبكم، فانا جربت لكم عشان خاطر يبقى الفيديو مفيد وفيه كل التكنيك اللي انتم محتاجينه. بص دي انا عملت بطريقتين، الطريقة دي في ورقة الزبدة طبعا في الاتنين وهغطيها وطلع في منتهى الشياكة. وهعمل بطريقة تاني اللي انا بفرده وبحط بايدي، طبعا ده انا هغطيه. دي طالعه في منتهى الشياكه وتقدر تتحكم فيها وحاجه في منتهى الجمال. يبقى انا اعمل ورقتين، ورقه الزبده واتنيها وبعدين افتحها ارص الخضار بتاعي، شبت بقدونس كرف اي خامه انت عاوزها. انا عامل بالبوبي سيد، عامل بالسمسم، بحبه البركه، اللي انت عاوزه كله. وطبعا السمك في ايدك تقدر تتحكم، بتجرب الاول سمك معين ملي 2 ملي 3 ملي حسب ما توصل للدرجة اللي انت محتاجها في شغلك، وبتبدأ بعد كده ترص. دي الطريقة التانية، انا فردت الزبدة الباترين اللي هو البطاطس وهي سخنة عشان بتبقى طرية جدا، ورصيت الخضار بتاعي، وبعد كده بالاسباتولا هغطي ايه الخضار. دي طريقة. الطريقة التانية انا جربتها افضل من دي، فانا بعمل اي بحاول اعمل اي فيديو طريقة واتنين وتلاتة عشان اوري لك المميزات والعيوب
وانت تختار الافضل والمناسب لشغلك. بص دي انا بساوي 95 لمدة ساعة 15 دقيقة، 95 درجة مئوية في الفرن لمدة 115 دقيقة. طبعا كل فرن بتختلف عن التانية، فانت بتجرب صاج واحد على درجة دي، نفعت معاك ممكن تزود او ممكن تنقص. طبعا دي واخدة مسفرة سنة، فانت ممكن تقلل عن كده او تزود حسب برنة. 95 درجة مئوية لمدة ساعة و 15 دقيقة. دايما شايفين بجميع الاشكال تقدر تعملها. شرفتونا ونورتونا، شعري دايما ليه تتعب اكتر اما ممكن تتعب اقل. احمد عبد السلام يونس، سلام عليكم.